أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كثيرا ما نسمع هذه الأيام أن الأمة في ضعف، ولذلك لا نستطيع قتال الكفار، لكن المسلمون في التاريخ، لكن المسلمون، لا إذا قلت لكن ما تقول المسلمون، وإذا قلت لكن باستسكين قل لكن المسلمون. نعم. لكن المسلمين، اي نعم، لأنها من أخوات إن. نعم. لكن المسلمين في التاريخ يقاتلون الكفار وهم في حالة ضعف، فما التوجيه وفقكم الله؟ القتال على حسب الاستطاعة يا أخي. إذا كان المسلمون في ضعف ولا يستطيعون قتال الكفار فإنهم مسموح عنهم لضعفهم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل الكفار في مكة قبل الهجرة، ما قاتل، بل كان منهيا عنهم، مأمور بكف يده عليه الصلاة والسلام. ما أمر بالجهاد إلا لما هاجر إلى المدينة واجتمع حوله المهاجرون والأنصار وكان له قوة على القتال، فرض عليه القتال. أما يوم كان في مكة فهو مأمور بالدعوة إلى الله ومنهي عن الجهاد. نعم. فإذا كان المسلمون في حال ضعف ولا يستطيعون القتال فلا يجوز لهم القتال، لأن هذه مغامرة ترجع على المسلمين بالضرر. فلو أن الرسول قاتل الكفار في مكة لقضوا على المسلمين، لأن يعني المسلمين مستضعفون في مكة. نعم. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، هذا في مكة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال قالوا ربنا لما كتبت، هذا في المدينة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.